ذا عصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم عمله المتواضع مع والده في ورشة لصيانة المركبات داخل الحي الصناعي في مدينة الفلوجة. الشاب محمد عدنان الجميلي ذو 22 عاما يجيد مهارات خارقة في الفنون القتالية كالوقوف على السبابة أو محاولته الالتفاف في الهواء، فالاستعراضات التي يقدمها كل يوم أصبحت كفيلة بأن تجذب له الزبائن. مو كل واحد يجي ويقدمها، لازم هي هاي الحركات يعني من أصعب التدريبات بالعالم، يعني مو كل شخص يجي ويقدمها، لازم واحد لازم يعني عنده إمكانية. هاي المهارات أنافس بها دول عالمية، يعني هاي المهارات اللي قدمتها أكو بعض الناس ما صدق بهاي المهارات، عبالهم فوتوشوب أو غير شيء كذا. أي فأنا مرات أقدم على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق التيك توك، انستا. والد هذا الشاب يطمح أن يتحقق حلم ولده بالوصول إلى النجومية، لا سيما أنه يجيد هذه المهارات منذ أن كان في السادسة من عمره، ولم يتوانى في تقديم الدعم له من أجل أن يكون مفخرة لمحافظة الأنبار. عندي ابن حمودي يعني شفت عنده مهارات وعنده يعني قدر يعني يلعب رياضة، ودعمته وشجعته وصل اللي وصل وقاعد يقدم محتوى يعني زين، والعراق كله قاعد يشوفه. يعني أي أب يتمنى لابنه يصير مثلا نجيم أو يصعد مثلا يمثل منتخب العراق. وتضم مدن الأنبار العديد من المواهب والطاقات الشبابية، عسى أن تحظى بدعم حكومي يسهم في تطويرها. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.